بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحب بالزملاء الإعلاميين جميعا في هذا المؤتمر الصحفي. المؤتمر بقيمة تنسيقية اللجان الرافضة للتطبيع مع العدو الصهيوني، الحديث عن اتفاقية الغاز الأردنية مع الكيان الصهيوني والجوانب التطبيع فيها ومدى خطورة هذه الاتفاقية. بنتشرف في نقابة المهندسين باستضافة هذا المؤتمر الصحفي، شاكرين للقائمين على المؤتمر. الكلمة الأولى حتكون لأصحاب البيت سعادة المهندس عبد الله عبيدات نقيب المهندسين الأردنيين رئيس اتحاد المهندسين العرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باسم نقابة المهندسين بنرحب باللجنة التنسيقية للمجموعات المناهضة لاستيراد الغاز من العدو الصهيوني، بنرحب بزملائنا وزميلاتنا من الصحافة والإعلام، ونقابة المهندسين دائما إن شاء الله بيت لكل نشاط وطني يدافع عن الوطن ويدافع عن المواطن الأردني على المدى القصير والمدى البعيد، حيث أن هذه الاتفاقية هي ارتهان للوطن والمواطن الأردني لعدو مغتصب ولعدو سارق. هو اغتصب الأرض وسرق الأرض وسرق المقدسات ويهدد أقدس ما لدينا، المسجد الأقصى، بهذه الاقتحامات، ثم نأتي ونطبع معه تطبيع اقتصادي، وهذا يدل على أنه لا يوجد أي جدية في مقاطعة هذا العدو جديا، وإنما هي عبارة عن تصريحات في الهواء. أما على أرض الواقع فهنالك التطبيع الاقتصادي الذي يصل إلى أن ترتهن الإرادة الأردنية والاقتصاد الأردني وترتبط بهذا العدو الصهيوني، وأيضا هذا العدو الصهيوني يسرق غاز من حق العربي في البحر الأبيض المتوسط ويبيعه، ومن الناحية القانونية هذا فعل مجرم يجب علينا أن لا نقوم به. بالإضافة إلى أن هذه الاتفاقية حتى من الناحية التجارية المجردة لا تعطي للأردن أي تفضيل، وإنما هي مربوطة بأسعار برنت العالمية، وهذا يدل على أنه لا حاجة لنا بها من الناحية السيادية وأيضا من الناحية الاقتصادية. فنقابة المهندسين ترحب بهذه الجهود وتشكر زملائنا في اللجنة، وأنا لا أريد أن أطيل عليكم، وإنما نؤكد على أن نقابة المهندسين هي جزء من هذه الحملة المناهضة لاستيراد الغاز من العدو الصهيوني، هذا الغاز المسروق من أرضنا العربية كما سرقت أرضنا قبلها. شكرا جزيلا وأهلا وسهلا فيكم. الذوات الأفاضل، الصحفيين المكرمين، نحن في خندق واحد في الدفاع عن بقايا هذه الأمة. كنا سابقا أمة أفعال لا أقوال، للأسف لا أفعال ولا أقوال الآن، ولا يعقل أبدا. ونحن مؤسسات المجتمع المدني يعني لا يعيبنا أن نقول، لأن الأفعال أصبحت محدودة، مجال العمل فيها محدود جدا، لكن شيء معيب جدا أن الحكومات تتسابق معنا بالأقوال ويكون صوتها في بعض الأحيان أعلى من صوتنا، ونحن في كل لحظة قاعدين بنتعرض لمآسي ومهازل وإهانات، كل إهانة أكبر من الثانية وأكبر من أختها. إحنا ونحن نمتلك بعض الإرادة وبعض القوة في الحديث، مش قادرين نعمل أي شيء للمسجد الأقصى وهو يستباح صباح مساء، وتحطم أسطورة السيادة الأردنية جهارا نهارا. كيف بنا، كيف تستطيع الحكومات القادمة أن ترفع رأسها في وجه هذا الكيان الصهيوني المغتصب، ويكون اقتصادنا ومستقبل أبنائنا ومستقبل طاقتنا بأيدي الصهاينة؟ نحن بهذه الاتفاقية سندفع ثمن الرصاص الذي سيقتلنا، سندفع ثمن إنهاء وجود السيادة الأردنية الحقيقية على المقدسات وعلى المسجد الأقصى، سندفع ثمن إنهاء كل القضية الفلسطينية لصالح المشروع الصهيوني الاستيطاني. صفقة الغاز مرفوضة لا بالجانب الاقتصادي ولا بالجانب الاجتماعي ولا بالجانب الوطني، وهو آخر إشي صفى عنا للأسف الشديد. ما يجري منتهى الإجرام بحق مستقبل هذه البلاد،
مستقبل الناس أبناء هذه البلاد نحن مش مصدقين فعلا. أنا بحكي معكم مش مصدق إنه دولة بترهن مستقبل بلدها، مستقبل أبنائها، مستقبل كل هالوطن بقرار يعني بهذه الصورة بيد الكيان الصهيوني اللي جربوه، هم جربوه، والإهانة تلو الإهانة ما قاعدة بتجي للشعب الأردني، قاعدة بتجي لأصحاب السيادة الأصل، أصحاب السيادة ومفهوم السيادة الأردنية على المقدسات، قاعدين كل يوم بيوجهوا لكم رسالة وصفعة من الإهانات المتتالية، وبالتالي مش محترمين بقية حتى الورق، حتى حبر الورق اللي وقعوا فيه معاك قبل 20 عام. أنا مش عارف كيف بيرهنوا أنفسهم وبيقبلوا على حالهم أن يستمروا بهذا الوضع، يسلموا رقبتهم ورقبة بلادنا ومستقبلنا ومستقبل أبنائنا بهذه الطريقة الغير مبررة والغير مفهومة. الأقصى والقدس وفلسطين أقرب وأهم وأخطر من كوباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أحب أول شيء أرحب بالسادة الحضور والصحفيين، وأتقدم بالشكر والتقدير على الدعم الإيجابي واحتضان لجنتنا من قبل نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة المهندسين الزراعيين ومجهودهم الفاعل معنا، وخصوصا في عقد مؤتمرنا الصحفي وتبني أنشطتنا المشتركة المستقبلية لإيقاف الصفقة قبل توقيعها وإبطالها في حال تم توقيعها. نحن كمجموعة تنسيقية للمناهضة لاستيراد الغاز الصهيوني فوجئنا وصدمنا مؤخرا مثل كل الأردنيين الأحرار بتوقيع شركة الكهرباء الوطنية اتفاقية أولية عبارة عن رسالة نوايا لاستيراد كميات ضخمة من الغاز من الكيان الصهيوني تقدر بقيمة 15 مليار دولار ولمدة 15 سنة. سنرهن مستقبلنا ومستقبل أولادنا لمدة 15 سنة مع الكيان الصهيوني، وسيكون عبارة عن كبسة زر، إذا شاءوا بسكروا علينا وإذا شاءوا بفتحوها. يأتي مؤتمرنا اليوم ضمن سلسلة نشاطات نظمتها اللجنة تحريكية وتوعوية رافضة لهذه الصفقة وما يترتب عليها من ربط، كما تفضل الأساتذة الأكارم، ربط أمن الأردني أمن الأردن الاقتصادي والسياسي مع الكيان الصهيوني الغاشم، واستدراكا للاتفاقية المنوي توقيعها نهاية هذا الشهر، حيث سنقوم خلال مؤتمرنا الصحفي بالكشف عن دراسة هامة قمنا بإنجازها بالشراكة مع مركز للأبحاث في بريطانيا متخصص في موضوع الطاقة، سيكشف عن تفاصيل الصفقة والمبالغ التي سيتم توزيعها والحصص والمبالغ التي ستدفع من جيوب المواطن الأردني إلى خزينة الكيان الصهيوني. وهنا أنوه وأعطي الكلمة إلى الدكتور هشام البستاني، سيعطينا خلاصة عن الدراسة والمخاطر الاستراتيجية لصفقة الغاز مع الكيان الصهيوني. في السابق كان التطبيع يعني لما وقعت اتفاقية وادي عربة يعني كان التطبيع هو على المستوى الرسمي بشكل خاص، يتركز في المستوى الرسمي، وكانت هناك حركة كبيرة مناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني على المستوى الشعبي، واستمرت هذه الحركة حتى أيامنا هذه. يعني التطبيع على المستوى الشعبي هو تطبيع يعني نادر الوجود وعلى مستوى صغير، ولكن يبدو أن هذا لا يعجب الكثيرين. وصفقة الغاز ستنقل التطبيع إلى بيت كل أردني، إلى بيت كل مستهلك للكهرباء. كل كبسة زر على الحائط ستضع نقود في خزينة الكيان الصهيوني. الحكومة تتحدث عن شراء غاز من البحر المتوسط، وكأن البحر المتوسط يعني دولة ذات سيادة لها حكومة ولها خزينة، وتتحدث عن شراء غاز من شركة أمريكية اسمها نوبل إنرجي، هذه تقع على المريخ على ما يبدو، ولا يعني تحفر في يعني في أراضي محتلة ولا تدفع ضرائب لحكومات استيطانية استعمارية مغتصبة. اللجنة حتى تدحض جميع هذه الأوهام قامت بالاتصال بمركز دراسات بريطاني اسمه بلاتفورم، ومن خلال أحد الباحثين المميزين في مجال الطاقة واسمه ميكا مينيو بالويلو قمنا بدراسة موجودة معكم، ها هي الدراسة بالكامل وعنوانها صفقة الغاز الأردنية الإسرائيلية ضخ العوائد أو الأموال في خزائن إسرائيل.
وفي هذه الاتفاقية، في هذه الدراسة المبنية على النظام الضريبي الإسرائيلي وكيف تحصل إسرائيل الضرائب من الشركات وعلى الموارد الطبيعية وما إلى ذلك، تبين لنا، وهذه هي المعلومات الدقيقة والمحسوبة على الحد الأدنى، يعني هناك معلومات أحدث أو حديثا تصريحات سيتحدث بها زميلي عبد الله يعني صدرت أمس، تضع الرقم أعلى من الرقم الذي نتحدث فيه. حصة الحكومة الصهيونية من قيمة الصفقة ناتجة عن الضرائب المختلفة، وهي عوائد حقوق الملكية بسموها رويالتيز، وضرائب المفروضة على عوائد الأرباح الطارئة بسموها ويندفول تاكس ليفي، وضرائب الشركات كوربوريشنز تاكسز، من 15 مليار سوف يدخل خزينة إسرائيل على الأقل 8.4 مليار دولار. بقية الرقم 4.9 مليار دولار سيكون أرباح الشركات المالكة لحقوق استخراج الغاز، وهذه الشركات هي ليست نوبل إنرجي لوحدها. في رسم بياني موجود عند كل واحد فيكم حقل الغاز الذي سيصدر منه الغاز للأردن اسمه ليفايثن. ليفايثن مملوك من مجموعة شركات، 39% منه فقط لنوبل إنرجي، يعني من 4.9 مليار دولار أرباح سيذهب 39% لنوبل إنرجي، والباقي اللي هو 61% لمجموعة من 3 شركات إسرائيلية متخصصة بالطاقة واستخراج الغاز وما إلى ذلك. يعني أننا ليس فقط ندفع 8.4 مليار للخزينة الإسرائيلية مباشرة عن طريق الضرائب، وإنما أيضا نضخ أموال في جيوب الشركات والاقتصاد الصهيوني. باقي المبلغ هو 1.7 مليار دولار، هذا تغطي تكاليف الحفر والاستخراج والإدارة بناء على الدراسة. الملفت في الأمر يعني الخبير اللي أعد الدراسة وهو اسمه ميكا بالويلو، شو بيحكي؟ لقد قمنا بتحليل اتفاقية الغاز المنوي توقيعها بين الأردن وإسرائيل، وحللنا أيضا نظام إسرائيل المالي، وبنينا بعض المعطيات على تجارب سابقة في أوغندا والعراق وروسيا وكازاخستان. لقد بيّنت حساباتنا أن مستهلك الكهرباء الأردني سيدفع مليارات الدولارات إلى الدولة الإسرائيلية، 8.4 مليار دولار ستساهم في دعم بناء مستوطنات جديدة وزيادة الإنفاق العسكري الإسرائيلي. ويؤكد أيضا معد الدراسة بتوقيعه الاتفاقية سيسلم الأردن لإسرائيل سلاح الطاقة الأخطر، إمكانية إطفاء الكهرباء في عمان بكبسة زر. الحرب الأخيرة على غزة كلفت إسرائيل بحسب المصادر الإسرائيلية 2.52 مليار دولار. ما سندفعه لإسرائيل من جيوب المواطنين برعاية الحكومة الأردنية سيكفي إسرائيل على الأقل 3 حروب قادمة على غزة. أترك المجال لزميلي عبد الله الشامي ليحدثكم بمزيد من التفاصيل عن هذه الصفقة. إحنا عندما بحثنا بالموضوع تكتشف إنه لجنة اسمها لجنة سيماخ الحكومية الإسرائيلية رصدت 40% من اكتشافات الغاز لتصديرها لدول إقليمية. هسا عندهم مشاكل لتصديرها لأوروبا، عنده مشاكل سياسية لتصديرها لتركيا، فدأبوا أنه يصدروها للأطراف العربية والإقليمية لهدفين أساسيين. الهدف التجاري للشركات لأنه ممكن تبيعها بأسعار أعلى، الحكومة الإسرائيلية بتحط حد معين لإلها بيبيعوها لإلنا بسعر أغلى فبربحوا بيستفيدوا تجاريا. السبب الثاني وحسب كل الدراسات اللي بتحكي عن موضوع الغاز إسرائيليا وأمريكيا أنه هو سلاح جيوستراتيجي للسيطرة على الناس. إذا أنا بدي أدخل سريعا هيك بس تفسير سياسي للموضوع، بعد الربيع العربي وبعد الثورات الشعبية هاي قالوا لا بدنا نربط إحنا المواطنين أيضا مش بس الحكومات. في شغلة مهمة زي ما تحدث هشام إنه 4.9 مليار دولار رايح على شركات أرباح كشركات، هلا من هاي 2.9 أرباح لشركات إسرائيلية، فأنا بالنسبة لي بضيف 2.9 على 8.4 هاي رايح على الدولة الإسرائيلية يعني حكومة وشعبا. وهون في نقطة مهمة، أقل هاي أقل التقديرات لأنه في ضرائب على الدخول الموظفين اللي بيشتغلوا هنا، في ضرائب على عوائد رأس المال إذا بيعت حصة الشركات أو وزعت
أرباح على الشركاء، يعني بين الأرباح الشركاء والأسهم، أرباح الأسهم عفوا، فهاي أقل التقديرات، التقديرات ممكن تكون أعلى من هيك. في البحث بالموضوع هذا نكتشف أنه عندما أتت الشركة الأمريكية وتفاوضت معها الحكومة، الشركة الأمريكية وقعت بالنيابة عن شركة تسويق. من هي شركة التسويق؟ ستنشأ فيما بعد. الـ 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 الأخبار اللي سمعناها أنه في شركة ستنشأ فيما بعد في جزر، وإحنا بنعرف من قضايا الفساد السابقة بالأردن أنه في شركات تنشأ في بعض الجزر وبتأخذ منها مصاري، فنكتشف أنه في ربط اقتصادي مع إسرائيل، وفي يعني شبهة فساد الموضوع أنه في ناس بدها تربح على ظهورنا وعلى علاقتها مع إسرائيل. بعدها يشكي أحد رؤساء الشركات الإسرائيلية اللي هو ديليك، رئيس شركة ديليك، قبل مبارح بصحيفة جلوبز الإسرائيلية، صحيفة اقتصادية إسرائيلية، يشكي من ارتفاع الضرائب على موضوع الغاز، وبطلب من الحكومة الإسرائيلية أنه يعني تريحنا شوي عشان نقدر إحنا نعطيها هاي الهدية السياسية والاستراتيجية في الموضوع. بداية الشكر الجزيل للجنة التنسيقية لمناهضة الاستفادة الغاز من الكيان الصهيوني. هذه اللجنة واضح أنه معظم أو كل أعضائها هم مقاومين تطبيع سابقين، فلذلك نبهونا وحاليين وسابقين نعم ولاحقين ومستمرين بإذن الله لإبطال هذه الاتفاقيات الحقيقة المشؤومة المذلة التي تأتي في ظل يعني هجوم إسرائيلي لا سابق له على القدس وعلى الأقصى، ونصر وتصر حكومتنا على أن تكافئ هذا العدو وهذه الانتهاكات بعقد صفقات مشؤومة ومؤذية لاقتصاد الوطن الأردني وربط الشركات والاقتصاد الوطني بالكيان الصهيوني. بداية سيكون طبعا هناك واضح ما يكون في نسخة من الاتفاق من الوثيقة التي ستقدم لرئاسة الوزراء والتوقيع عليها، فهذه الاتفاق في هذه الوثيقة طبعا ستقدم إلى رئاسة الوزراء. فبداية يعني أدعو كل الزملاء والإعلاميين وكل النقابيين والأحزاب للتوقيع على هذه الاتفاقية، على هذه الوثيقة لتقديم رئاسة الوزراء، وستتم طبعا مقابلة رئاسة الوزراء من وفد من النقابات ومن الشخصيات الوطنية لتقديم رئاسة الوزراء لوقف هذه الاتفاقية. وضمن نشاطات نقابة المهندسين ونقابة المهندسين الزراعيين اتفقنا مع الزملاء في اللجنة التنسيقية لعمل اعتصامات في الأيام القادمة، يعني ممكن الأسبوع القادم اعتصام أمام لجنة أمام رئاسة الوزراء، اعتصام أمام مجلس النواب، واعتصام أمام شركة الكهرباء الأردنية الوطنية صاحبة التوقيع المشؤوم الحقيقة، بالإضافة إلى عقد ندوات لتبيان مخاطر هذه الصفقة المشؤومة. نقطة مهمة طبعا بالنسبة لتوسيع توقيع الوثيقة لرئاسة الوزراء في نقابة المهندسين، وعمل اللي هو إعلان إلكتروني على صفحة وموقع النقابة الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها تحوي رابط التوقيع الإلكتروني، فسيكون بالإمكان التوقيع على الاتفاقية إلكترونيا. وأدعو كل النقابات وكل المعنيين أن يحذوا حذر قتل المهندسين لتعميم هذه الوثيقة ولزيادة عدد الموقعين عليها. طبعا في يعني أعمال خلينا نقول محاضرات في يافطات كبيرة يعني على طول المجمعات في النقابة في المجمعات في المحافظات والفروع النقابات، طباعة اللي هي المواد الإعلامية ومنشورات، ووضع طبعا تخصيص طاولات أمام المجمعات أو في القاعة الرئيسية للتوقيع على هذه الاتفاقية لتكون الفائدة أعم وأشمل، ونأمل أن نوفق في منع هذه الاتفاقية وتوقيعها. وكل ما كان طبعا توقيع أكثر وكل ما جمعنا توقيع أكثر، طبعا احنا متوقعين أن نجمع مثلا 100,000 توقيع ونذهب برئاسة الوزراء مسلحين بها نقبانا الأفاضل ليكون تأثير المجتمع الأردني
أكبر في إيقاف هذه الصفقة. وشكرا لكم. شكرا. إذا في أسئلة تفضل. تفضل. تعرف عن حسين رندا جميل من وكالة كيلوات الأنباء. معروف أن مثل هذه القضية لها تأثير كبير على الأمن القومي الأردني، لأنها مسألة أمن وطني. حتى لو في اتفاقية سلام مع مصر وإسرائيل أو مع الأردن وإسرائيل، إلا أن إسرائيل أو الضغط هي العدو، والعدو بطبيعته غدار، فبأي وقت ممكن يلغي هذه الاتفاقيات. فهل لا توجد أمام الحكومة طرق أخرى أو طرق أبواب أخرى بعد الاتفاقيات، مثلا مع المشكله ونبعد عن مثل هذه الاتفاقيات؟ شكرا. انا اذا تسمحي لي، هلا جزء من واجبنا الوطني جميعا، واحنا بنتمنى الصحافه تكون معنا، احنا وياكم بدنا نعمل جهد عند حكومتنا واصحاب القرار في البلد، نقنعهم انه اسرائيل لازال الكيان الصهيوني لازال عدو. واضح هيك يعني مختصر الكلام. للاسف الشديد يعني لا، هو في بعد اقتصادي كمان، عفوا هو شيء اجرام اللي بيصير يعني اولا امن الطاقه في خطر، كان من ناحيه اقتصاديه ما في اي مكاسب للاردن، انا ماخذ سعر الغاز مربوط بسعر خام برنت النفط، يعني ما في اي تفضيل للاردن. هذا الشيء اللي بيصير خطر، فهذا يعني من الاسباب اللي احنا نرفض هذه السببين. السبب الاول طبعا التطبيع من العدو الصهيوني، والا نرتهن ونرهن ابنائنا وامن الطاقه لهذا العدو الغاصب. ثانيا من ناحيه اقتصاديه مجرده، هذا الاتفاقيه ما في اي فائده للاردن، فلماذا يعني الاصرار على تركيا؟ يعني احد خبراء الطاقه الاسرائيليين اعلن انه مع اكتشاف الغاز انه هذا هو عيد الاستقلال الثاني لاسرائيل. سيطره كامله. احنا بنعرف انه اسرائيل لحد تقريبا يعني فتره قريبه وربما لغايه الان هي تعتمد بشكل اساسي في اقتصادها على المساعدات الخارجيه من دول مختلفه من اوروبا وامريكا. الغاز هذا سيحدث نقله نوعيه في شكل علاقه اسرائيل مع داعميها من جهه ومع الاقليم من جهه اخرى، ما تتحدث فيه وسليم تماما. يعني موضوع التبعيه الاستراتيجيه والخطوره الاستراتيجيه هو الاساسي. سابقا يعني في كان خط غاز عم بربط بين مصر والاردن، الان احاديث انه اسرائيل ستصدر ايضا الى مصر، هذا خط الغاز سيعكس، وسنشهد لاول مره، كنا دائما نتحدث عن توحيد جناحي العالم العربي مصر والشام، الان سنتوحد تحت ظل التبعيه للكيان الصهيوني بواسطه الغاز. اعتقد انه عبد الله كمان عنده بعض الملاحظات، عبد الله الشامي، تقنيا فيما يتعلق بربما بعض البدائل وبعض او النقاش حول هذا الموضوع. في شغله نقطه مهمه جدا، انه حسب التصريحات يعني حسب مشروع التطوير اللي قدمته ائتلاف الشركات، لن يصل الغاز قبل 2018، هذا اخر تقدير، يعني كان 2017 صار 2018. عندها عندنا ميناء الغاز المسار سيكون عاملا، والصخر الزيتي، محطات الصخر الزيتي ايضا ما بيفترض ان تكون عامله، وزي ما شفنا بأسعار أيضا أسعار النفط ستكون نازلة. معناته الموضوع يعني زي ما تفضل باش مهندس سعادة النقيب، يعني الموضوع فعلا فيه غير الدافع الاقتصادي. توريد الطاقة عندنا في الأردن بالطاقة الكهربائية، عندنا الآن يتم توريد ما بين الآن تقريبا مع افتتاح المحطة الأخيرة اللي تم افتتاحها قبل حوالي أسبوع، الآن عندنا حوالي 3400 ميجا أو 3500 ميجا. استهلاك الأردن اليومي في أقصى حالاته 2800، يعني في أقصى حالة 2800، يعني إحنا عندنا حوالي بحدود 700 ميجا لسه فائض لنا. هذا واحد. الشغلة الثانية، لتوفير كلفة الفاتورة النفطية عندنا موضوع الصخر الزيتي اللي وقعته الحكومة أيضا، واللي راح ينتج حوالي 1000 ميجا، بمعنى ثلث الطاقة الآن الموجودة. وعندنا تم توقيع اتفاقيات لإنشاء محطات توليد للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحوالي 450 ميجا، يعني عندنا أيضا حوالي كمان يعني تقريبا صار عندنا 1500 ميجا، تقريبا نصف الآن الطاقة اللي تستهلكها الأردن. من هنا 2018 راح يكون هذا الحكي أيضا في عندنا بدائل أخرى. وزي ما تفضل مهندس عبد الله، الآن إحنا في بداية السنة القادمة كما أعلن وزير الطاقة شخصيا راح يكون عندنا الميناء المسار في العقبة،
اللي هو استيراد الغاز سيتم بواسطة البواخر ووضعه في الميناء ثم جلبه لداخل الأردن. هذا بديل واضح تماما وبنشتريه بالسوق العالمي. يعني زي ما بدهم يشتروا من الكيان الصهيوني سيتم استيراد الغاز من السوق العالمي بنفس الطريقة لكن عن طريق العقبة وليس عن طريق أنبوب نفط من فلسطين المحتلة. وفي أداة الإحصاءات الوطنية يعني أي واحد بده يفوت على الموقع ويشوف التجارة البينية بينه وبين الكيان الصهيوني ومنلاحظ 2008 التجارة المستهلكة محلية لأن إحنا فيه كمان ترانزيت بروح لدول ثالثة. التجارة البينية ب 2008 وصلت أعلى معدل 120 مليون. بعد الحرب على غزة الشعب الأردني يعني تقاطع، حتى بعض التجار أيضا توقفوا عن الاستيراد، انخفض لوصل 40 مليون دينار أردني. 40 مليون دينار أردني رقم يعني بجوز حتى قد تفسر إنه الهدف من هاي الصفقة إنه أنا يعني فعليا ما في فائدة لأي مواطن أردني من جراء هاي الصفقة ولا من جراء العلاقة مع إسرائيل، بالإضافة إنه الشعب الأردني يعني أنا بأكد لك إنه مقاطع ويرفض، بس بجوز ما بيعبر بالطريقة اللي إحنا أنت حضرتك تتمنيها وكثير منا بتمنى، بس هو فعليا مقاطع. كثير من المواطنين المكنون اللي عنده يعني امبارح كان بيننا حملة من أجل ترميم بيوت مقدسية وكان تفاعل يعني هائل جدا من قبل الطلاب ومن قبل كل شرائح المجتمع وكان في حماس للموضوع التبرع يعني بحيث أن الطلاب يجيب الحصالة سائق تاكسي يقول لك أنا الضمان اليومي بدي أتبرع فيه للقدس، فكثير كان في يعني معاني رائعة جدا بتدل على أنه في مكنون من العاطفة في مكنون من المواقف ضد هذا العدو، لكن الشعب الأردني يريد من يقوده. لا شك انه مقاومه التطبيع ومقاومه التطبيع في مقاومه من بعض الاجهزه ومن الاعلام الموجه للاسف، وانا احترم كل الاعلام الموجود في هذه القاعه لكن هنالك اعلام موجه، يعني هذا المؤتمر في بعض الصحف لن ينشر لانه في شيء ضد اليهود ماشي، واحنا مجربين احنا في نهايه الشعب يدفع عن اقصى المقدسات، كل بياناتنا بيجي عاز لا تنشر وندعو إيش؟ ندعو إلى يعني الوقوف مع أهلنا في القدس ونجم الاقتحامات وندعو الحكومة، ومع ذلك هذا يعني في محاربة، ولذلك إحنا عمالنا متوجه نحو مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الحرة بحيث أنه هذا يبقى فعلا موضوع مطروق لدى المجتمع الأردني بكافة أطيافه، ونحن إن شاء الله من خلال هذه اللجنة سوف نوسع الدائرة بإذن الله. معيب أن يكون يعني رد فعل الدولة الأردنية بهذه الصورة على الحجم الذي يتعرض له المسجد الأقصى وبهذه الصورة البشعة، شيء يعني غير مقبول هذا التصرف، ومطلوب كان أكثر من ذلك بكثير، والحكومة الأردنية لا تصغر كتافها، تملك من القوة الشيء الكثير اللي تقدر ترد على الكيان الصهيوني ضمن الأطر ضمن الضعف اللي أصلا موجود، لكن للأسف يعني من يهن يسهل الهوان عليه. هلا أنا بدي أحكي إنه القرار بدي أسميه ذكي، تمام؟ أسميه قرار ذكي لأنه في حراك نيابي يعني، تمام؟ وإحنا قائمين عليه يعني بنحكي تليفونات مع النواب ومناخذ منهم التزام باستجواب الحكومة على موضوع الصفقة هاي. هذا قرار ذكي، بس إذا هذا القرار صادقة فيه الحكومة لتتناسق مع السياسات الأخرى، يعني خلنا نتناسق مع هذا القرار، تقول إنه أنا طبعا بدي اسحب السفير لانه هذا العدو مثلا بيهيني بهذه الطريقه وبخالف معاهده وادي عربه، بس ايضا في صفقه كبيره 15 مليار تعلن انها بدهاش تتفاوض فيها ولا بدها غاز من اسرائيل. في اسلحه كثيره.